أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ربنا، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين نبينا. أرحب بحضراتكم في كلام مبروك وبوابة أخبار اليوم. واليوم نفتح بابا من أبواب مغلقة. أبواب المغلقة في حياتنا كتيرة جدا، يريد نبدأها بفتح الباب المغلق بيننا وبين اللي خلقنا، لأن هيترتب على فتح هذا الباب فتح جميع الأبواب. ما معنى أن هناك بابا مغلقا بيننا وبين خالقنا تبارك وتعالى؟ وكل الأبواب المغلقة، وغلقت الأبواب، فالأبواب يقال لها مغلقة، ولا أقول لباب الدار مغلوق. هذا الباب هو باب الطاعة، باب الطاعة مغلق عند كثير من الناس، منهم من يزعم أنه لو فتح باب الطاعة لخسر. انظر إلى تاجر في محل يغش في الموازين أو يغش في لصق تيكت غير التيكت الأصلي للسلعة التي يبيعها، ميدن شينيا ولا شبرا، ويكتب ميدن جابان. فإذا سألته عن الوفاء بالميزان أو بالأمانة قال هذه العبارة بالحرف الواحد، يقول لك لو التزمنا ما وفينا ما علينا من كهرباء ومية وعمال. ويظن هؤلاء تحت وطأة شيطان رجيم قال الله فيه في خاتمة سورة المجادلة: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. معلومة بمليون دولار، مو أنساهم ذكر الله يعني أنساهم السبحة. الله الله الله، ما أكثر هؤلاء المسبحين الكذابين. يقول العلماء الاستغفار والذكر باللسان استغفار وذكر الكذابين. أنساهم ذكر الله يعني أنساهم طاعته وأنساهم العمل بما أنزل. الكلام على حذف مضاف، يعني أنت إذا التزمت بطاعة ربك فقد ذكرت الله، وإذا لم تلتزم وعصيته فقد ذكرت إبليس. وصايا إبليس أن تعصي ربك وأن تتبع هواك، هذا منهج إبليس. منهج الله: وأطيعوني وأطيعوني فاتقوني فارهبوني. كل ذلك مسطور في كتاب رب العالمين ربنا. وسيظل هذا الباب ينادي. وأنا أنبه في بداية هذه المجموعة إلى أن الباب الذي بيننا وبين الله فيه مناد ينادينا. هذا المنادي يكون في كل وقت، وليس هناك باب مغلق ينادي في كل وقت. أبواب الوظائف أو أبواب الوزارات أو أبواب المصالح مغلقة يوم السبت ويوم الجمعة، يوم الخميس ويوم الجمعة، ويوم العطلة الرسمية. عند ربنا لا عطلة ولا خميس ولا جمعة، بل بالعكس يوم الجمعة اللي احنا عملناه إجازة أكثر الأيام تفتح فيها الأبواب بيننا وبين خالقنا سبحانه وتعالى. أكثر الأيام إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الحق تبارك وتعالى ينادي عباده في كل ليلة، وهو ينزل إلى السماء الدنيا وهو أعلم بنزوله، أي نزول رحمته. الله لا ينزل ولا يصعد، الله ملء الكون وهو محيط بكل شيء، ولكن التعبير بالنزول يدل على قرب فتح الباب. بل إنه ينادي قائلا في هذه الساعة قبل الفجر: من ذا الذي يسألني؟ من ذا الذي يتوب إلي؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ يسألني
فأعطيه يتوب إلي فأتوب عليه. هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ والله إن الخبير بهذا النص إذا قام في هذه الساعة فلا بد أن يقول أنا يا رب أنا. هذا دليل على أنه استمع بقلبه إلى نداء ربه كل ليلة. فلنتوب إلى الله ولنسأل الله ولنستغفر الله حتى يفتح هذا الباب. فإذا فتح هذا الباب فتحت كل الأبواب المغلقة على شرطها، لأنه ليس هناك باب في الدنيا ولا في الدين يفتح بإفتح يا سوسي، ولا يفتح لأن عليه قفل إنجليزي وعايز يفتح كمبيوتر، وإنما له ولفتحه أسرار سوف نلتقي معها مرارا إن شاء الله تعالى. فإلى هذا اللقاء وكلام مبروك وبوابة أخبار اليوم، حتى ألقاكم، سلام الله عليكم ورحمة الله.